بعض الحقائق الرئيسية التي أود تثبيتها وتأكيدها بأن هذه الزيارة وتلبية الدعوة الموجهة التي تفضل بها الأخ الفاضل محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي تمت بمباركة وتوجيه من حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بسبب اهتمامه بالعراق وبسبب قناعته بأن استقرار العراق هو استقرار المنطقة بأكملها وبأن قوة العراق وعودته إلى وضعه الطبيعي كجزء لا يتجزأ من الأمة العربية هو أمر في غاية الأهمية لكل شعوب المنطقة.